نروح للمؤتمر الصحفي لنادي الزمالك قبل مباراته امام فريق ابو سليم الليبي في الكونفدراليه الافريقيه، وبعد كده نرجع نكمل كلامنا. ماتش مهم بالنسبه لنا بكره، زي ما يعني نتكلم في كل الماتشات المهمه عندنا في الدوري وفي الكاس، لكن بكره بطوله مهمه جدا بالنسبه للكونفدراليه. اتكلمنا مع اللعيبه على اساس نعمل حاجه كويسه لنفسينا الاول بغض النظر احنا هنلاعب مين. على طول قبل كده كان البدايات بتاعه نادي الزمالك ما كانتش احسن حاجه في البطوله الكونفدراليه بالذات، يعني مش هتكلم في البطولات الافريقيه كلها، لكن اتكلمنا مع بعض على اساس ان شاء الله بكره يبقى بدايه حقيقيه لبطوله جديده بالنسبه لنا او بالنسبه للجيل دوت وللجهاز اللي موجود. فماتش انا شايف اللي هو يبقى ماتش قوي جدا، عندنا لعيبه مش كل اللعيبه متواجده، لكن ان شاء الله اللعيبه المتاحين يعملوا احسن حاجه عشان اول حاجه يسعدوا نفسهم ويسعدوا جمهورهم وناديهم. تاني حاجه ان احنا بنلعب فرقه يعني مش عايز اقول جديده بالنسبه للبطوله، لكن فرقه لعبه ماتشين قبل ما يوصلوا دور المجموعات، كسبت فرق اعتقد اللي هي ليها تاريخ اكتر منها في البطوله، فده بيدينا انطباع ان هي فرقه قويه جدا، فرقه بتلعب كره حديثه، عندهم ناس اجانب محترفين مع مدرب وجهاز فني على مستوى عالي، فده بيدينا انطباع للمباراه مش هتكون سهله، وده واصل للاعبتنا، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه على اساس زي ما قلت في البدايه اللي احنا نعمل نبعت رساله لكل الناس اللي نادي الزمالك جاي يكون ان شاء الله يوصل لابعد نقطه في البطوله ان شاء الله. بدايتنا برضو مع كان ماتش بيراميدز كانت برضو مش احسن حاجه، لكن احنا شغالين في مكان اسمه نادي الزمالك، فالحمد لله اي حد موجود حتى لو بيلعب في بوزيشن غير البوزيشن بتاعه بيأدي بنسبه كبيره جدا تنجح المطلوب منه يعني. فاعتقد عندنا شويه صعوبات، لكن معانا لعيبه كبيره جدا، معانا لعيبه خبرات. كان بكلم مع الولاد او الكباتن اللي هم ما شاء الله عندنا اكتر من كابتن فرقه يعني، فده بيديني انا او بيدي الجهاز الفني اريحيه ان انا اقدر نبدل الاسماء او بالنسبه للبوزيشن يعني. فعندنا مشكله لكن عندنا حل ليها، لان قدرات لاعبتنا الحمد لله بتعوض الكلام ده يعني. فان شاء الله نلاقي حاجه كويسه بكره ان شاء الله. يعني مش عايز اتكلم عن الفتره اللي فاتت قوي بالنسبه كفريق يعني، بيبقى كل ماتش ليه ظروف خطيب يعني. ماتش انت اتغلبنا 2-0 هناك في بره ارضنا، وبعد كده الماتش بيتصعب هنا بيخش فينا جول في اول شوط، لكن برضو ارجع واقول قدرات اللعيبه بتاعتنا رجعتنا للمباراه بسرعه، لكن ما كناش نتمنى ان ده يحصل في اول ماتش يعني. لكن احنا عارفين الفرقه اللي احنا هنلاعبها، بغض النظر احنا لعب اي نادي، لكن بدايتنا كان اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هي مهمه جدا بالنسبه لنا، مش عايزين اللي كان بيحصل قبل كده او الهدايا اللي احنا كنا بنقدمها نقدمها دلوقتي، لان ما عندناش وقت للكلام ده. اللعيبه حاسه بالكلام ده كويس، اعتقد ان الروح الى حد ما اختلفت، كل اللعيبه بتشتغل دلوقتي، اهم حاجه نادي الزمالك فين بغض النظر عن انت ناقصك ايه او انت ما خدتش ايه او انت اسمك ايه، اصلا كله بيتكلم على بيتنا دلوقتي نادي الزمالك نوديه فين، وبعد كده نبتدي نتكلم على اهدافنا احنا الشخصيه. فاعتقد الرساله وصلت للعيبه، ان شاء الله يعملوا اكثر حاجه على يسعدوا جمهورهم ان شاء الله بكره. اكيد طبعا، يعني احنا عارفين معظم اللعيبه لعبت في بطولات افريقيه قبل كده، البدايات بتبقى مهمه جدا بالنسبه للي بعد كده يعني. فاحنا مركزين بشكل كبير جدا ان احنا ان شاء الله نعمل اقصى حاجه عندنا ونطلع اكتر مجهود عندنا. كان عندنا فتره التوقف الدولي الفتره اللي فاتت دي، كانت فتره انا شايف ان احنا استفدنا منها بشكل كبير الحمد لله. كان في اصابات، الناس الحمد لله بدات ترجع لمستواها، كان في ناس محتاجه انها ترفع يعني معدل اللياقه بتاعها، الحمد لله برضو انا شايف ان احنا عملنا ماتشين وديين مهمين.
استفدنا منهم بشكل كبير. فزي ما قلت يعني نادي الزمالك على طول لما بيبقى متواجد في اي بطوله بيبقى هو المرشح الاول للبطوله، فمسؤوليه كبيره علينا ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل ده. فان شاء الله احنا مركزين يعني على الموضوع ده ان شاء الله. في لعيبه ممكن تكون اول مره تشارك في البطولات الافريقيه، بس هم لعيبه جايه من انديه كانوا ماشيين بشكل كويس ومقدمين بشكل كبير يعني. فهم اول ما جم من نادي الزمالك طبعا هم عارفين قيمه نادي الزمالك، ان هم اي بطوله لازم يخشوها بيبقى احنا منافسين فيها بشكل كبير. فاتكلمنا معاهم بشكل يعني الفتره اللي فاتت كتير جدا ان هم طبعا نأدي بشكل كويس. اللعيبه بتموت نفسها عشان خاطر النادي عشان خاطر الجمهور، فهم حاسين بالمسؤوليه بصراحه ان هم عايزين يعملوا حاجه. اللعيبه كلها لما بتيجي بتخش الاجواء بسرعه، محدش بياخد وقت يعني عشان على التاقلم او كده. فانا شايف ان احنا ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، زي ما كابتن معتمد قال عندنا كذا بطوله الحمد لله لسه مشاركين فيها ولسه قادرين ان شاء الله على المنافسه فيها. فاحنا شغالين على كده يعني ان شاء الله، ونوعد الناس ان شاء الله ان احنا هنعمل اقصى حاجه عندنا وان شاء الله نفرحهم يعني الجمهور باذن الله. تحس كده من الكلام بتاع الكابتن معتمد جمال وكابتن عمر جابر انه الحاله المعنويه جيده مش سيئه، فيها طموح وفيها ثقه انه الزمالك قادر يستعيد نفسه خلال الفتره القادمه. وزي ما عمر قال لسه الزمالك عنده بطولات ينافس فيها، ما ينفعش ابدا يرمي المنديل من دلوقتي. الزمالك يفضل زمالك باسمه وتاريخه الكبير وحتى بمجموعه اللاعبين المميزين معظمهم في الوقت الحالي في التشكيله الحاليه.